القلب. لا لا، القلب يوقع، العقل احسن. ها والله هذا يقبل يوقعك وانت على حافة. القلب ما يفيد بالحافة، عبد بس بالبداية القلب يفيد. ايه، بس النشوة هذه ايه بالبداية. بس بعدين لا، العقل الافضل. تمام، شوف الثانية. اخ اخويا، اخويا وصاحبي تيمور، كل شنو شيء يعني احبه. لك؟ هذا الولد اكو طفل بداخله، يعني كلش احبه واعزه. يعني من اشوفه، يعني ايش قد ما يصير بيناتنا مجافه، انه انا ببغداد وهو بسليمانيه وما نحكي هوايه رسائل، اوكي بس هو كل ما احكي وياه كل ما اشوفه نفس اللي ملاقي اشوفه. تمام، تحياتي عباس له. راح نشوف الصورة اللي بعدها. ريبه ري مشهور من الكويت. شنو رايك بالمحتوى؟ انا ما اقدر اقيم رايي لان انا مو جمهور كامل، بس هو كحسب يعني رؤيتي الشخصيه انه دا يسوي شغل كلش حلو ومرتب. انا عن نفسي اشوفه ظاهره حلوه، يعني انه لا انا شفت سوى شيء جديد يمكن يختلف عن بالضبط يوتيوبريه، فانا حييه واحبه. وكل شخص ما يدري شخص انه هذا شيء حلو. اكو شخص نشوفه محتوى ينتقد او يأذي شخص او يستنقص من شخص، فدا اشوفه انه ما عنده اساءه على واحد. للعلم انه انا ما عندي معرفه شخصيه به. تمام، همام اعتقد انا اعرفه اي وملتقي به، حتى شايف وجهه. يعني شايف وجهه. خوش ولد، كلش فقير، كلش. وهو مثل ما يقولون خالف تعرف، هو اختلف بس الشيء الجديد ما يعني لازم واحد يجيب شيء جديد. احنا فديو صعدنا بث وسولفنا انه ممكن يجمعنا لقاء، فان شاء الله يكون ضيفي في يوم من الايام. نشوف الصوره اللي بعدها. انا ابغى بس على عيون. ما شاء الله، الله يحفظهم. مصطفى ابن الكوت ابن ولايتك. صحيح. شنو تقول له؟ مصطفى اني شو اقول لك؟ 2015 انا متابع. مصطفى كلش قديم باليوتيوب ومحتوى كلش حلو ومرتب. مثل ما قلت لك انه ما عنده اساءة. وانا كلش احبه. وابو الصوف يعني موفق ان شاء الله. يلا.